السلام عليكم، معكم راشد عبد السليمي، لاعب كرة يد نادي كاظمة، العمر 17 سنة. والله ربع الديوانية قالوا بيروحون النادي، فقلت خذوني وياكم. رحت وياهم كملت عليه الحمد لله. مركزي حارس مرمى، حارس يعني أو نص الفريق، يعني لولا يمكن ما حد يجيب مراكز. حققت ثاني دوري، ثاني كاس مرتين الحمد لله، والجايات أفضل إن شاء الله. الفرق عن المعسكر والتمرين اللي هو بالنادي بالكويت، المعسكر التركيز على أكثر اللياقة، تمرينين باليوم، تنظيم أكل، تنظيم وقت، تنظيم نومة. أما اللي هني داخل الكويت تمرينك الطبيعي يكون بس لك ساعتين باليوم، والباقي أنت اللي تتحكم فيه. تدريب المدرب هو اللي يأسس اللاعب، إذا تأسيسك صح من المدرب راح تصير لاعب ما شاء الله، يعني لاعب عالمي. فالمدرب دوره مهم. طبعا تمرين 6 أيام بالأسبوع، يوم واحد راحة. الست أيام تمرينين، تمرين ساعتين. نبلش بالتمرين تسخين أول شيء، بعدين تمرين كرة عادية، تسخين حارس، بعدها يبلش التكتيكات. طبعا الحارس له تدريبات خاصة مثل تحرك بالجول، مرونة، يعطيك كرة تنس، تركيز. أسهل تمرين اللي هو العارضة، وأصعب تمرين اللي هو لما تفرش. أفضل مباراة لعبتها ضد اللي هو القادسية، لأني بدأت فيها يعني كنت فوزت فريقي. المدرب اللي طور من مستواي اللي هو كابتن بكر صلاح، يعني لو أشكر مهني الباكر ما راح أنسى. يتم تحضيرنا للمباراة، تكتيكات، تسخين، إذا تسخينك عدل بعدها التكتيك نبلش بعدها. خلاص طموحي الاحتراف بالخارج إن شاء الله. استفدت من كرة اليد اللي هي المرونة، تنظيم الوقت، تنظيم اليوم، تابع مباراة مثلا، تشوف تكتيكات الحارس شلون بتصديات، طبقها بالتمرين عشان نشوف بالمباراة إذا تصير ولا لا. طريقتي لمشيل التوتر اللي هي ما أركز بالخصم، أهدى، إذا صديت صدى بالبداية يروح التوتر. نقطة ضعفي اللي هي كانت ما أقدر أصد تحت، الحمد لله كابتن بكر خلاني أتحكم بالتصديات اللي تحت. قدوتي بالكويت اللي هو الحارس ترك الخالدي، خارجيا فارغاس. اوافق بين الدراسه بالنادي، ارجع من المدرسه اقعد بالبيت احلي مثلا واجبين
بعدها اروح التمرين، ارجع من التمرين عندي الوقت لين ما انام. الرياضه الثانيه اللي احب بعدها بعد كره اليد اللي هي كره القدم. اشهر الاصابات في كره اليد اللي هي رباط الصليبي وخلع الكتف والرضات. تفاداها بالتسخين العدل، تسخين عدل وما تخاطر بنفسك، ما تخاطر باللفه ولا شيء. عشان اكون لاعب ناجح اسمع كلام المدرب، اركز بالتمرين وابدع بالتمرين. اللي شجعني ممارسة كرة اليد بشكل خاص اللي هو ابوي وامي واخواني، اما بشكل عام ربعي مدربين احتاجه كلاعب تكثيف المعسكرات بالأندية، ملاعب، منشآت إعلامية محتاجين. أنصح الشباب أن يمارسون الرياضة، اللي ما يمارس الرياضة يمارس رياضة، لأن هي تعدل يومك، تنظم وقتك، حتى تنظم دراستك هي.